And I've heard so much about the city and its development. One of the things that is very unique here and it stands out... How green it is. Exactly. You would not expect that in Saudi, so... It's extremely green. Yeah, I feel like I'm in California. يتزين المنتزه بأكثر من 600 شجرة ويعتبر مقصد رئيسي للطيور المهاجرة بفصلي الشتاء والربيع. You, as an American female living in Saudi Arabia, I'm sure you face a lot of these questions. What are you doing? How are you handling it? Are you safe? I'm sure you get that a lot. In all the places that I've traveled around the world, I have felt safest as a woman traveling in Saudi Arabia. Another misconception I personally find is our hospitality. Again, out of all the places I've traveled, I would say that they're the most hospitable people that there is. Welcoming you, they have no idea who you are. You could be from America, maybe not even dressed wearing an abaya, and they'll accept you for who you are and still welcome you and still be just as nice. What's the biggest surprise? What is the biggest thing that surprised you when you came to Saudi? Really everything, but I'll just highlight briefly the main things would be how green, how vast, beautiful, and how many different types of landscapes there are. يقع المنتزه في حي الخليج قرب مبنى الهيئة الملكية بالجبال ويتميز بكافة التجهيزات والتصميمات الحديثة. But yep, we have lots to do, so let's go. Yep. ركوب الخيل واحدة من الرياضات المتجذرة في المملكة ونوادي الفروسية مو بس تستقبل الشباب والفتية لا بل النساء كمان رها وباريس بيوصلون المدرسة البدرية للفروسية الواقع بطريق اللؤلؤ في جبيل الصناعية هنا بيلتقون بالمدربتين نور بن هداع ورجوى العتيبي أنا حابة صراحة كنت أعرف باريس اللي عندها خلفية في الخيول وأباكم تعرفوني على هذا المحل وتاريخه وإيش معناته بالنسبة لكم هذا المحل أولاً كان نادي مو للنساء وأصبح نادي للنساء تقريباً صار لنا سنة نستقبل تقريباً 40 طالبة بالشهر 40 في الشهر؟ 40 في الشهر غير كذا نحن مو بس إنه بس النساء يعني حتى الأطفال الفئة العمرية اللي تكون بين 9 ل 13 سنة لأنها بداية تكوين شخصية الطفل تكون فحلو الطفل لما تكون شخصيته غير عن باقي الأطفال اللي بنفس العمر يعني حلو لما يكون إنه كيف يتعامل مع ردة فعل تكون أكبر منه عنده صبر. She looks excited and I'm excited. I want to see the rest of the horses. تبغى تعرفون على. الله يحييك. المركز يعمل على تطوير ودعم مختلف الأجيال من محبي الفروسية والمتدربين على ركوب الخيل والمشاركين في البطولات. أوه ما شاء الله عندكم خيول كتير ما شاء الله. They have so many horses. So many. تقريبا عدد الخيول هنا 45 خيل بس في اسطبل النساء 45 خيل وعندنا اغلب خيول الملاك الخيل قفص حواجز يا المجال هذا حابين البنات اكثر شيء قفص الحواجز احسه يبغى له اناقه صح نروح نلبس يلا المركز هنا مجهز بأفضل المعدات ويوفر تعليم الفروسية للأطفال والنساء دروس في ركوب الخيل والترويض وحتى قفز الحواجز رها وباريس صاروا جاهزين لدخول الملعب. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. مين هذول؟ هذول من يعني المهتقين في الاسطبل عندنا. Did you jump face this way? Yeah. One, two, three, jump. Okay. ما في مشكلة. فارس ورها مستمتعين بالتجربة والمدرسة اللي بتقدم نساء مؤهلات ذات خبرة يقوموا بالتدريب الفروسية شغف بلا حدود وحلم الطفولة ويرتبط بالشجاعة والشهامة والنبل Had the most amazing help from the girls here and it's just so beautiful to be a part of such incredible horse stable المركز يعمل على تطوير ودعم مختلف الأجيال من محبي الفروسية والمتدربين على ركوب الخيل والمشاركين في البطولات قفز الحواجز أحد أنواع رياضة الفروسية وفيها يتم اختبار قدرة الخيول على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي العديد من الموانع المختلفة